فرح محطتنا هلا راح تكون طبعا عن القرار او خطه وزاره التربيه خلال فتره تعليق الدراسه بالفتره الممتده بين 14 اذار الشهر الحالي لحتى الثاني من شهر نيسان المقبل، واكيد للحديث بشكل موسع حول هالموضوع بصيرنا ان نرحب بمعاونه مدير التوجيه بوزاره التربيه ايناس ميا. اهلا وسهلا فيكي اهلا ويسعد وسهلا صباحك. نيران، صباح النور. اهلا اهلا وسهلا وسهلا، فيكم. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي مره اهلا ثانيه. فيكي. اهلا. اليوم الاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي قامت فيها وزاره التربيه طبعا لمصلحه جميع الطلاب والكادر التدريسي، خلينا نحكي عن الخطه بشكل مفصل اكثر وشو الهدف منها. في ظل جهود وزارة التربية الحثيثة من أجل منع انتشار فيروس كورونا وتحديد مكانه أو عدم دخوله، قام وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها جميع الطلاب من جهة، وأيضا استمرار دراستهم من جهة أخرى، لذلك قامت بعدد من الإجراءات الضرورية لذلك. مثلا تم تحديد الموضوعات الدراسية التي كان يجب أن يأخذها الطالب في تلك الفترة الممتدة، فترة تعليق الدراسة من تاريخ 14 آذار لغاية 2 نيسان. تم تحديد هذه الموضوعات الدراسية بدقة من خلال الكتب المدرسية وكيفية تسلسلها داخل الكتاب المدرسي، وأيضا بناء على الخطة الدرسية الصادرة عن وزارة التربية للعام الدراسي 2019-2020. كما قامت بتفعيل القناة الفضائية التربوية السورية من أجل بث الدروس التعليمية لتعويض الفاقد التعليمي، حيث سيتم بث 7 ساعات دراسية دروس تعليمية وسيعاد بثها مرة أخرى. سيكون هناك 5 ساعات للصفوف الانتقالية و2 ساعة لصفوف الشهادتين الثانوية ومرحلة التعليم الأساسي. هذا بالنسبة للفاقد التعليمي اللي كنا بدنا نحكي عنه شوي، حتى بس نقدر نقول لهم للطلاب إنه ما رح يحرحوا عليكم شيء، في بث ساعات مثل ما قلنا على التربوية السورية لكل أكيد المنهاج ولساعات محددة وخاصة للشهادات اللي كتير خايفين منهم. أكيد رح يكون هناك بس دروس تعليمية لجميع الصفوف، لكن التأكيد على الشهادات ولجميع المواد الدراسية، كما يكون التأكيد على المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية. كما سيتم هناك، كي لا يمل المتعلم أو الطالب، سيكون هناك فواصل، لكن هذه الفواصل من ضمن المنهاج، فواصل مشوقة وممتعة لكن من ضمن المنهاج، من مواد التربية الموسيقية والتربية الفنية وأيضا التربية الرياضية والتكنولوجيا المعلومات. سيكون هناك فواصل ستقدم بطريقة شيقة ورائعة لأبنائنا المتعلمين كي لا يملوا. أيضا هناك ندوات تعليمية لجميع الصفوف. من خلال هذه الندوات سيتم تلقي الاتصالات من جميع أبنائنا الطلاب والإجابة على أسئلتهم بشكل مباشر. طبعا سيكون هناك اختصاصيين من وزارة التربية من أجل الإجابة على هذه الأسئلة، كما هناك اختصاصيين أيضا من وزارة التربية ومن غيرها من أجل الإجابة على أسئلة لمدة 1.5 ساعة يوميا، الإجابة على أسئلتهم ووضع الإجابات على موقع وزارة التربية، موقع الفضائية التربوية، صفحة الفيسبوك الفضائية التربوية، أيضا موقع الفضائية التربوية الموجود على موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. هناك أيضا إجراءات احترازية أيضا وجهت مديرية الصحة في وزارة التربية لجميع مديريات التربية من أجل تنظيف المدارس جميعها، تنظيف الأرضية. احنا حابين كنا نحكي عنه نقطة نقطة، يمكن فرح تفضل. حتى العالم اللي عم تشوفنا تعرف شو عم بيصير بفترة تعليق الدراسة، صح فرح؟ أكيد زينب، خاصة أنه اليوم يمكن الطفل وأهل الطفل هن أكثر الناس يمكن زينب بعازة وبحاجة أنه يعرفوا الإجراءات الوقائية إن كانت اللي عم تعملها وزارة التربية بالتعاون مع الأهالي. فخلينا نعرف شو هي الإجراءات اللي عم بتقوم فيها وزارة التربية، وكمان أثناء عودة الطلاب للمدارس واستكمال العملية التعليمية كيف عم بتكون أساليب يمكن توعية الأطفال.
طبعا كما ذكرنا سابقا بالنسبه للاجراءات الاحترازيه الوقائيه هناك تنظيف لجميع المدارس في الجمهوريه العربيه السوريه، ليس فقط مثل الارضيات او المقاعد، لكن الارضيات المقاعد الابواب ايضا، التنظيف وتعقيم الحمامات والمغاسل والمناهل، ايضا تنظيف خزانات المياه جميعها وتعقيم المياه بالكلور، ماده الكلور. ايضا بعد عوده الطلاب الى المدرسه سيكون هناك متابعة أيضا حثيثة من قبل الصحة المدرسية، مستوصفات الصحة المدرسية، لمتابعة جميع أبنائنا الطلاب ومتابعة جميع الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس. وهناك تأمين من قبل وزارة التربية لجميع مستوصفات الصحة المدرسية وسائل التأمين الحماية اللازمة مثل القفازات، الكمامات، مواد التعقيم، المنظفات إلى آخره. أما بعد العودة أيضا هناك توعية من قبل معلم المادة، مثلا تخصيص الحصة الدرسية الأولى من أجل التوعية بكيفية النظافة الشخصية، كيفية التعاون مع زملائهم من أجل منع حدوث العدوى بينهم. أيضا هناك المعلم القدوي، توعية المعلم ليكون قدوي أمام تلاميذه بحيث هو يهتم بنظافته الشخصية، يهتم بعدم العدوى والطرق الوقاية اللازمة. أيضا هناك طرق كثيرة بعد عودتهم للدراسة، هناك ندوات تلفزيونية مكثفة ووسائل اتصال مفتوحة بين الطلاب وبين الأهل، بين الطلاب والأهل وبين الاختصاصيين من وزارة التربية، لأن بعض الأهالي يخافون على أبنائهم أن الدراسة فاتتهم وهناك فاقد تعليمي وغير ذلك. بالنسبة أيضا للفاقد التعليمي يعني ستعوضه وزارة التربية بطريقة أخرى، أيضا من خلال تكثيف المنهاج بعد عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، لكن بطريقة مكثفة كما تعلمها معلمينا في السنوات السابقة عن طريق يعني التعلم السعري. المقرر يكون موجود مكرر لكن بطريقة مكثفة جدا، طريقة مكثفة لترميم أي فجوة تعليمية موجودة لدى أبنائنا الطلاب لكي لا يفوتهم أي شيء. أكيد، لكن خلينا بس كمان نحكي عن هيك شغلة كثير عم يسألوا الطلاب، ممكن أنه تتعلق المدة الدراسية مرة ثانية لا سمح الله، ويعني بالنسبة للامتحانات في تأجيل ما في تأجيل؟ نعرف أنه لغى الامتحانات التجريبي للشهادات. نتمنى جميعا ألا يتم تعليق فترة الدراسة لمرة أخرى، لكن إذا قدر ولطف أنه أمر واقع يعني ستعلق، طبعا سوف لن يكون أي فاقد تعليمي، ستعود وزارة التربية جميع أبنائنا الطلاب المعلومات التي فاتتهم، لأن وزارة التربية حريصة كل الحرص على البنية المعرفية لطلابها، لذلك لن يكون فاقد تعليمي وستتخذ الإجراءات اللازمة في حينها والضرورية من أجل تعويض أبنائهم الفاقد التعليمي. أما بالنسبة للامتحانات ممكن أن يكون هناك انزياح للامتحان، لكن ليس إلغاء للامتحان، لكن إن شاء الله لا نحتاج هذا الانزياح أو الإلغاء إن شاء الله. يعني خلينا نقول زينب أن دائما وزارة التربية عم بتكون جاهزة لمواكبة جميع التطورات، واليوم تحديدا يمكن بحاجة إلى خطة تكون كتير متينة لحتى تستمر العملية التعليمية بطريقة صحيحة. يعني صح الدروس لازم تكون مكثفة لكن كمان على قدر استيعاب الأطفال. أكيد أكيد هناك استنفار دائم في وزارة التربية منذ ظهور حالة فيروس كورونا لحتى تعليق الدراسة، هناك استنفار كامل وكل يوم هناك جديد وهناك خطط جديدة تلائم الواقع الراهن وتلائم الشيء الحاضر الملموس بين أبنائنا الطلاب، لكن همها الوحيد هو عدم فقدان أي معرفة، أي بنية معرفية لأبنائنا الطلاب وصحة وسلامة جميع أبنائنا الطلاب، وحرصها أيضا على المنظومة التعليمية أن تكون بشكل جيد. نعم، بعد عودة الطلاب بعد 2 نيسان إن شاء الله في إجراءات كمان توعوية لتظلوا محافظين على هذا المستوى؟ أكيد في إجراءات توعوية، في أي أول يوم لدوام الطلاب هناك بروشورات ستوزع على جميع الطلاب، هذه البروشورات ستتضمن كيفية غسيل الأيدي بشكل جيد مثلا بالماء والصابون، كيفية أنه الابتعاد إعازهم الابتعاد عن الحيوانات خصوصا الحيوانات البرية، أيضا أنه كيفية استخدام المناديل الورقية عند العطس أو المناديل القماشي ورميها في السلات المغلقة، وكيفية الابتعاد
الابتعاد عن الاطفال او الطلاب المصابين برشح او زكام وغير ذلك. هناك ايضا توعية شاملة من للطلاب، وهناك جولات ميدانية مكثفة لجميع الموجهين التربويين والاختصاصيين من أجل متابعة التنظيف. ليس نحن لا ننظف المدارس فقط عند هذه الحالة، لكن متابعة النظافة العامة في المدارس ومتابعة التوعية من قبل المعلمين. أحيانا سيكون فواصل بين الدروس من قبل المعلم، وستكون حتى تكون هذه الثقافة التي تعلمها أبناؤنا الطلبة تكون ممارسة يومية يمارسها في بيته او في مدرسته. صحيح. والاهم من هيك يمكن كمان يكون في اتصال مباشر مع الاهل، لانه يمكن قد ما حاولنا نعلم الطالب فهو يمكن بيكتسب هي التوعيه وبيكتسب اسلوب الحياه من اهله. قد لازم يكون كمان في يمكن تواصل مباشر مع الاهل من مده لتانية، يمكن لها نشر التوعيه كمان بين الاهالي لحتى يعلموا اطفالهم، والمدرسه كمان بتكمل هي الاليه. طبعا هناك تواصل دائما بين المدرسة والأهل، حتى قبل هذه الأزمة هناك تواصل بينهم، ودائما هناك تغذية راجعة من قبل الأهل عن أبنائهم، عن دروسهم، عن حالاتهم المرضية. لكن نحن بشكل عام كوزارة التربية كثفت التواصل مع الأهل عن طريق كمان دوركم أنتم كإعلام بالتواصل مع الأهل بعد هذه الأزمة. لكن أكدنا دائما أن فترة إيقاف التعليم أو تعليق التعليم ليست كما ذكرنا أنه للعب في الشارع أو ليست للعب بالشارع أو للزيارات أو لهي، لكن هذه الفترة من أجل متابعة دراستهم في المنزل، وليست هي فترة استراحة لهم، وأيضا كما ذكرت المحافظة على سلامتهم وصحتهم في المنزل. أكيد يعني بنتمنى أنه من كل الأهل يكون كمان عندهم مسؤولية بهي الفترة لتعليق الدراسة، يستغلوها بقضاء أكبر وقت مع أولادهم، وأيضا الشهادات يدرسوا. شكرا لوجودك معنا إناس، كل المعلومات اللي عطيتينا إياها. شكرا لكم. نكرر شكرنا لإليك، وكمان شكر لوزارة التربية اللي يمكن عم تبذل مجهود كتير كبير للحفاظ على سلامة الطلاب على كافة المستويات والمراحل التعليمية، وأيضا على استمرار رحلة التعليم بطريقة صحيحة. شكرا لك. وشكرا لكم كإعلام، أنتم شريك حقيقي يعني في التوعية.